السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الخلائق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تدع فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. عنوان هذا اللقاء كما علمتم إيقاظ الهمم. يعلم كل مسلم أن هذه الحياة تطوي ثوانيها دقائقها، ودقائقها تطوي ساعاتها، وساعاتها تطوي أيامها، وأيامها تطوي شهورها، وشهورها تطوي أعوامها، وهي مع ذلك تطوي شخوصا وأشكالا. ولي في فناء الخلق أكبر عبرة لمن كان في بحر الحقيقة راقي، شخوص وأشكال تمر وتنقضي، فتفنى جميعا والمهيمن باقي. كما يقول ابن نضر رحمه الله: تظنك خالدا تحصي الليالي، ومر شهورها شهرا فشهرا، وسوف يسوق أشهرهن يوم يسوق إليك مجزرة ونحرا، فما زخرفت للدنيا فدعه، وزخرف للبلا كفنا وقبرا. فإلى غاية تمضي هذه الحياة بأيامها وشهورها، وإلى منتهى تنتهي إليه صائرة، وسيرها حثيث جدا لا يعرف التوقف. سماحة شيخنا الخليلي أبقاه الله قبل يعني في محاضراته القديمة كان يضرب مثلا لذلك الدنيا والناس فيها، فيقول: مثل الناس في هذه الحياة الدنيا كمثل قوم ركبوا قطارا فأسرع بهم، ولكل محطة، وحيثما تصل امرؤ محطته حيثما يصل امرؤ محطته يرمى من هذه القاطرة دون توقف. ويردف على هذا المثال مثالا آخر ويقول: أو هم كسجناء حكم عليهم بالإعدام، كلهم ينتظر ساعة الإعدام بيد أنه لا يدري متى تكون. ونحن جميعا نعلم أن هذه الحياة حكم عليها بالفناء والانقضاء، والناس فيها كل منهم محكوم عليه بالإعدام، كلنا حكم عليه بالإعدام. ونص الحكم قول من لا يبدل القول لديه: كل من عليها فان، كل نفس ذائقة الموت. لكن متى ينفذ هذا الحكم ويطرق منفذ حكم الإعدام بابك؟ هذا أمر ما يعلمه أحد، لكن لا مفر منه، أينما تكون ادرككم الموت. قل: إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. هذه الحقيقة متى ما رسخت في أذهان ذوي الألباب دفعت منهم الهمم وحركت العزائم لاستدراك هذه الأوقات واستغلالها واستثمارها والانتفاع بكل دقيقة. لأنهم ولا شك سيرمون بأبصار بصائرهم إلى ما وراء هذه الفانية. إذا رسخت هذه القضية أننا جميعا نسير إلى انقضاء وإلى فناء، فإننا لن نشتغل بتمديد أعمارنا لأنها لا تتقدم ولا تتأخر، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة
ولا يستقدمون. بقي أن يشغل ألبابنا وأذهاننا وعقولنا وقلوبنا ما بعد هذه النهاية، وهي التي نجزم بها جميعا. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. بعد الموت بعث، لن نكون هكذا نترك بعد أن تفنى حياتنا نترك، كلا، ذلك ظن الذين كفروا. أما نحن فنعتقد جازمين أن بعد هذه الحياة بعث ونشور وحساب وثواب وعقاب، هذه عقيدة راسخة ثابتة عندنا، وهي التي يجب أن تكون مرمى أبصار أولي الأبصار، لأنه صائر إليها لا محالة، ومصير الإنسان هناك مبني على مصيره ها هنا، مصيره في الدار القادمة حتما وجزما، ثوانيك تدفعها تدفعك إليها دفعا، كل ثانية تمر عليك تدفعك دفعا إلى هذه النهاية. فإذا كان ذلك كذلك وجب صرف النظر إلى تلك الباقية. يقول علي بن أبي طالب في بعض خطبه، يقول: إن الدنيا قد ترحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ترحلت مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. فهذه الدنيا ذي التي تنطوي ثوانيها وأيامها، يجب ألا تعمل فكرك في تمديدها، لأن تمديدها محال. أنت معطاي رصيد في ذي الحياة الدنيا، معطاي رصيد تحياه، محسوب فيه كل ثانية ودقيقة ويوم وشهر وليلة وساعة وسنة، لا يمكن أن تزيد في هذا الرصيد ربع ثانية ولا عشر ثانية. فلا تجعل في فهمك وفي ذهنك وترهق ذهنك في أن تبقى أكثر مما كتب لك، لكن اجعل مصب اهتمامك فيما بعد ذلك. بعد أن أموت لا ثالث بين المصيرين، إما إلى جنة عالية وإما إلى نار حامية. فعلي الآن أن أقرر إلى أي الطريقين أسير، وخطاي إلى أي المصيرين يجب أن تقودني، إما إلى مصير السعداء وإما إلى مصير الأشقياء. فيجب من هنا يكون التقرير في الدنيا دي. والقرار هذا قد يكون صعب على رعونات النفس الأمارة بالسوء، جبلت على الميل لرعوناتها وأهوائها وملاذها العاجلة. لكن هذا القرار الصعب هو الذي سيحييها الحياة الماجدة الخالدة الرشيدة السعيدة في دار غدا رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن بانيها، أرض لها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها، والطير تجري على الأغصان عاكفة تسبح الله جهرا في مغانيها، دلالها المصطفى والله بائعها، وجبرائيل ينادي في نواحيها: من يشتري قبة في عدن غالية في ظل طوبى رفيعات مبانيها. القرار الصعب هنا نتيجته الخير والفلاح والنجاح. ولذلك أهل القرار الصعب سيسلم عليهم سلام التشريف لقرارهم هذا: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. لما صبروا؟ لأنهم قرروا قرارا يعاكس أهواءهم الجامحة، فسلكوا مسلكا صاعدا، مسلكا فيه من المشقة ما فيها، فيه من الابتلاء ما فيه، فيه من الصعوبة والتعب ما فيه، ولكنهم صبروا على لأواء الدرب إرضاء للرب. كالله الله حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيش؟ يقول له: ولربك فاصبر.
لربك اصبر، عشان ربك اصبر، اصبر، لأن درب الصابرين هذا الطريق، طريق الصابرين. وسلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. القرار الصعب هنا، تلو تليه العذوبة هناك والراحة هناك، عندما يفارق عناء الدنيا وراء ظهره ليستقبل بابا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنه، يقول: إنما بين مصراعي الجنة كما بين المدينة وصنعاء، ما بين المدينة المنورة وصنعاء اليمن، وليأتين عليه يوم وهو كغيظ بالخلائق، فتزاحم الأكتاف على بابه يوم أن يرى هذا المشهد، ويرى نفسه يساق في هذه الزمر التي أضاءت أنوارها. يقول الله: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير، لن يتذكر شيئا من عناء الحياة. حتى في الحديث أنه يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة، يؤتى بأبأس، يعني واحد كان عايش الدنيا ذي عايش منها كما ذاك الحمال اللي كان يشتغل حمالي ومريض وحياته تعفي تعب ويعاني من الفقر وافتقر فقرا شديدا، وبعدين راح المستشفى سوى فحوصات سوى فحص دم قال عندك فقر في الدم، قال حتى الدم افتقر. عايش الحياة، عايش حياة نكدة. يقول صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بأبأس أهل الدنيا، بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة، فيغمس في الجنة غمسة، بس يدخل كذا فيخرج، ثم يقال له: أمر بك بؤس قط؟ هل مر بك شاقاء قط؟ يقول لهم: لا أبدا، ناسيا. لحظة، غمس في الجنة وخرجوه، عاش الدنيا 76 سنة، يقول له: هل مر بك شقاء ولا بؤس قبل هذا؟ قال: لا، ما ذكر، موحي من ذاكرته كل بؤس مر به بغمسة واحدة في الجنة. ويؤتى بأنعم أهل الجنة، بأنعم أهل الدنيا من أهل النار. واحد متنعم داخل الدنيا ذي طولا وعرضا، مولود في الفافة حرير، يوم مولود مستخرجين في قماش حرير، وعاش حياته في سعة ومات في سعة وهو شقي، يغمس في النار غمسة، ثم يقال له: هل مر بك نعيم قط؟ وهو عاش 70 سنة ما شاف البر شقاء أبدا إطلاقا. أمر بك نعيم قط؟ فيقول: لا، ما مر لي نعيم قط. ينسى لشدة ما يراه في النار. فهذا المسير مع كل ما فيه، إلا أنه مسير مبارك. يقول ابن أبي طالب في خطبته، يقول: صبروا أياما قليلة، لما وصف المتقين قال: فالمتقون في هذه الدنيا هم أهل الفضائل، منطقهم الصواب، وملبسهم الاقتصاد، ومشيهم التواضع، غضوا أبصارهم عما حرم الله عليهم، ووقفوا أسماعهم على العلم النافع لهم، نزلت أنفسهم منهم في البلاء كالذي نزلت في الرخاء، لولا الأجل الذي كتب الله لهم ما استقرت أرواحهم في أجسادهم طرفة عين، شوقا إلى الثواب وخوفا من العقاب، قلوبهم محزونة، شرورهم مأمونة، حاجتهم خفيفة، أنفسهم عفيفة، صبروا أياما قليلة أعقبتها راحة طويلة، فهم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون، وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون. وترى اللي يعيش الحياة على ماذا؟ يعيشها ثابت الأخ، يعيش من كل خلية من خلاياه وكل قطرة من دمه الآخرة، يعيش الحياة شامخا صامدا إلى الله، لا يلتفت إلى سواه، حنيفا، حنيفا صدقا، يعني ما حنيف،
مثل صلاة نحن حنيف. معنى حنيف؟ إيش معنى حنيف؟ ترى حنيف معناه مقبل على الله، معرض عما عداه. الأحنف بن قيس سموه أحنف ليش؟ لأن كل قدم من قدميه قد أقبلت على الأخرى، كذا أحنف أحنف، فسموه أحنف، أقبل ذي على ذي وذي على ذي وانصرفت عما عدا ذلك، فيقال أحنف. حنيف مقبل، حنيف حنيف يعني مقبل على الله، معرض عما سواه. احنا نوقف في اليوم كل والليلة 17 مرة على الأقل، ونقول إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. إيش؟ صدق؟ صدق ذي الكلام تو؟ بعدك صدق يعني حنيف، يعني حنيف يعني إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض مقبلا عليه مدبرا عما سواه. صدق ذي الكلام ولا كذب؟ كذا بعد كذا ما كبرت تكبيرة الإحرام وهي كذب. كذا بعد ما كبرت تكبيرة الإحرام وهي كذب. يقول حنيفا هو ما حنيفا. حنيفا أي مقبلا عليه على الله مدبرا عما سواه. فيوم تقولها قبل ما تكبر اعرف معناها وكن صادقا فيها عن ينتقل وضوءك. على قول من قال بأن الكذب ناقض الوضوء. عرف معناها واصدق فيها حنيفا أي أقبلت عليك إقبالا كليا وأعرضت عما عداك. وجعل من جعل هذا نصب عينيه. شوف حارثة، حارثة صحابي شاب أصبح يوما وأول وجه لقيه وجه رسول الله. قال كيف أصبحت يا حارثة؟ قال أصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله. أصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله. قال إن لكل حق حقيقة. فما حقيقة ما تقول؟ كل شيء له براهين. إيش الدليل أنك أنت مؤمن حقا؟ قال أصبحت وكأني أرى الناس في المحشر، وكأن أهل الجنة إلى الجنة يساقون، وكأني أرى أهل النار إلى النار يساقون أو يدفعون. قال صلى الله عليه وسلم عرفت فلزم، عرفت فلزم. هذا هو الإيمان. وهذا هو الإيمان، من لم يكن له نصيب من الإيمان باء بخسرانه. فتفاعلت خلاياه ومواجيده مع هذه العقيدة فتحكمت فيه. فهذا الذي تحكم فيه هذا الشعور وهذا المعتقد ذا تبدو عليه آثاره في الحياة، تبدو عليه إن تكلم، تبدو عليه إن سكت، تبدو عليه إن أقبل، إن أدبر، إن أحب، إن أبغض. في كل أحواله تلقاه جادا، تلقاه جادا، لأنه يعيش حياة جادة تجد به دون هزل في ثانية، ولا ثانية من ثواني الحياة تهزل أبدا، بل كلها تدفعك بكل جدية إلى أمر جلل، إلى أمر عظيم. ولذلك هؤلاء الأكياس تحكم فيهم هذا الشعور وهذا المعتقد. فلما تتصفح صفحات سيرهم ترى عجبا من إقبالهم على الله. وأول من سطر صدق إقبالهم على الله الله. الله لما يحدثنا عن الأنبياء والرسل يقول إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. يسارعون، ما قال يسارعون إلى الخيرات، وإنما قال يسارعون في الخيرات، ينتقل من خير إلى خير إلى خير دون أن يخرج، ما يخرج من الخير إلى غيره، يسارعون في الخيرات. عندما تسمع مثلا عن موسى عليه السلام وهو يقول لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، همة، لا أبرح يعني لن أتوقف، لن أنثني حتى أبلغ مجمع البحرين، هذا الذي ضرب الله فيه الموعد بيني وبين العبد الصالح، أو أمضي حقبا، أو أبقى ماضيا ماشيا حقبا، حقبة حقبة بعد حقبة إلى ما لا نهاية. همة. عندما يكلف الله نوحا عليه السلام بدعوة قومه يقول، يرفع التقرير إلى الله يقول إني دعوت قومي ليلا ونهارا،
مع أن الله تعالى قال إن أرسلنا نوحا إلى قوم أن أنذر قومك، ما قال له أنذرهم ليلا ونهارا وسرا وجهارا، ما قال لك أنذر قومك، هذا نص الأمر أنذر قومك. وهذا الأمر الأمر المطلق الأصل أن يكون تنفيذه ولو مرة واحدة، إن نفذته مرة واحدة فقد حققته، الأمر المطلق إن نفذته مرة واحدة فقد حققته. أنذر قومك، فهو عليه السلام ربي ما توقف عند أحد، قال أنذرت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، هم خلين كذا أصابعهم مستغشين ثيابهم، قال ثم إني دعوتهم جهارا، يعني سمعوا غصبا عنكم، وضعتم أصابعكم في أذانكم، يقول ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. همة وإقبال على الله. إبراهيم عليه السلام لما يطلب اليقين والترقي فيه، لما يقول أريني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، يعني أبلغ مرتبة اسمها مرتبة الطمأنينة. ومراتب اليقين لا تنتهي، مراتب اليقين في ترقي، فهو يطلب الترقي في مراتب اليقين لا لشك منه في أن الله يحيي ويميت. قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن أرتقي إلى مرتبة أعلى، قال فخذ أربعة من الطير. أنا أباك تتخيل أنت هذا التكليف ذا، ما هي الأعباء التي عليه أن يتجشمها لينفذها؟ خذ أربعة من الطير، طريقة الصيد أربعة طيور ذي كيف يصيدهم وإيش نوعهم، مكلفة مضنية، فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، صعد بعد ما تخلط تقطعهن كذا، روح على كم جبل، تصعد كل مرة جبل وتضع على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. وفعل خير الرحمن عليه السلام. وهكذا أتباع الأنبياء والرسل لما وجد ذو القرنين نفسه مكنا في أرض الله مكلفا بالإشراف على عباد الله، منا قال الله إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. انت صرت ملك فإذا وجب عليك أن تكون بمقدار هذا المقام الذي أنت فيه، ما أنك صرت ملك وملكك الله فإن على جهودك ذي أن تكون موظفة لتحقيق ما كلفت من أجله، تكلفت به. فلذلك مشوا حتى بلغ مغيب الشمس ومشى إلى أن بلغ مطلع الشمس ومشى إلى أن بلغ بين السدين، عن إيش كله؟ يوسف عليه السلام لما يعني الله تعالى جعله في مصر عزيزا، أرى أن المسؤولية ضخمة جدا، فجعل في مصر أكثر من بيت، هناك بيت وهناها بيت وهناها بيت، هذا معنى قول الله تعالى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، سوى هناك في المنطقة الفلانية بيت وهناك بيت وهناك بيت، عن إيش؟ ما ترف يعني ما بذخ، لكن الموظفين هذاك المسؤولين يعرفوا أن بيت الحاكم هنا يمكن يجي في أي وقت، ما صحيح؟ في أي وقت من الأوقات يمكن يجي هنا، فيكون في كل لحظة يعني يؤدون عملهم بإتقان وأمانة، لهذا تبوأ أكيد عدة أماكن بيوت لهذا الغرض، عشان يكونوا مستعدين في أي لحظة لغارة الملك. وكذلك أتباع الرسل على هذا المستوى العالي الرفيع من الهمة والعزمة والإقبال والإقدام على الله في عبادته في أذكاره
في مسارعتهم في الخيرات. وكذلك أمرهم الله، قال سابقوا، قال سارعوا، قال سابقوا وقال سارعوا. ولذلك وجدنا في سيره مثل أبي هريرة يقول كنت أسبح الله 12,000 تسبيحة، 12,000 تسبيحة إلا أن يخطئ الحصى في اليوم. ووجدنا في سير بعضهم أنه يسبح الله في اليوم 100,000 تسبيحة، 12,000 تسبيحة، 100,000 تسبيحة لا يفتر لسانه عن ذكر الله سبحانه وتعالى وعن عبادته وعن الصلاة. وجدنا الإمام جابر بن زيد يحيي الليل كله صلاة، فقد أوتر بركعة ثم قال هذا وتر العاجز والمسافر، ثم دخل بيته وأحياه صلاة إلى الفجر، أحياه صلاة إلى الفجر. وجدنا في التابعين سعيد بن المسيب الذي لما سجن سجنوا وعذبوه وأطلق سراحه في وقت كان الناس فيه قد خرجوا من الصلاة، فهو جاي والناس يخرجون من المسجد، فلما رأى وجوه الناس تبسم، سألوه لما هذه الضحكة، لماذا؟ قال هذه وجوه ما استقبلتها منذ 40 سنة، 40 سنة هذه الوجوه ما استقبلتها. لما؟ قال لأنه ما أذن علي الأذان قط إلا وأنا داخل المسجد. وفي رواية ما فاتتني تكبيرة الإحرام خلف الإمام منذ 40 سنة، ما فاتتني تكبيرة الإحرام خلف الإمام منذ 40 سنة. مسألة تحتاج إلى احتمال وإلى حمل للنفس على المشاق، يعني ارتقاء، قد يكون ارتقاء وجداني أحيانا وارتقاء لساني وارتقاء بالأفعال والجوارح، لكن الارتقاء فنون. يعني أم سلمة لما ترتقي ارتقاها من نوع آخر، لما مرض ابنهم مرضا شديدا عندها ولد وزوجها معها، ترك العمل ليعاني ولده ويعالجه وكذا، فقالت له ذهب والتمس رزقك والولد في حفظ الله وعنايته، حابس نفسك معنا لماذا؟ فاستجاب لها وخرج. في خرجته تلك يقضي أيام كذا، يومين 3 أيام، توفى الله، الله توفى هذا الولد، فغسلته وكفنته وصلت عليه ودفنته. وبعد ذلك جاء أبو طلحة سأل قال كيف حال ابننا وصلين وصلين، قال لها كيف حال ابننا، قالت لقد نام نومة لا يشكو معها بأسا. الرجال جاي تعبان وجاء من سفر، فقال لقد نام، قالت له نام ابننا نومة لا يشكو معها بأسا، قال الحمد لله، وجابت للعشاء وتعشى ونام. أصبح الصبح يقول كيف بشوف الولد، قالت له اصبر شوي يا أبا طلحة، أرأيت لو أن جيراننا أعارونا وعاء، جيراننا أعطونا وعاء ثم أرادوا استرجاعه، أتغضب أنت تسخط إن أعادوه؟ قال لا، صحنهم وعاءهم ورجعوه. قالت فإن الله قد استرد عاريته وأخذ ابننا إليه. صعق أبو طلحة، ولدنا مات وتركتيني بايد ذي الليلة ذي ومرتاح وكذا وما عندي خبر، لأشكونك إلى رسول الله بخبر عليك النبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ قالت أنا ما أردت أن أزعجك، كنت جاي تعبان وإخبارك ما يغير في الأمر شيء. وراح وقال للنبي يا رسول الله كيت كيت وكيت. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا تبسم صلى الله عليه وسلم، قال وبتما تلك الليلة؟ قال نعم يا رسول الله. قال بارك الله لكما في ليلتكم.
بارك الله لكما في ليلتكما. يقول الراوي يقول فأدركت لأبي طلحة 9 أولاد واحية على 9 يصلون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يحفظ القرآن عن ظهر غيره عن ظهر غيره. فصبرنا أجرهم ترقي وجداني ابتغاء ما عند الله ابتغاء ما عند الله جل وعز. اجتهاد وإقبال في الطاعات في المواجيد في الأذكار في العبادات. وجدنا في سيرهم من يصلي في يومه 1000 ركعة وقالوا لئن الجنة تطلو بأقل مما تصنع وإن النار تتقى بأقل مما تفعل فخفف على نفسك. قال والله لأفعلن ولأفعلن ولأفعلن فإن أدخلني الله الجنة فبرحمته وإن أدخلني النار فقد فعلت ما علي. إلا علي سويد حمم تعانق القمم حتى وجدنا أن في سيرهم من خاطبته وهتفت به الحور هو في الدنيا ولما شوي عاد همته تناقصت جاءته الحور تقول له قم قم أيها العاشق معنا حسنا مهرنا غال لمن يطلبنا. هذا واحد من الصالحين نام عن ورده ورده أن يصلي قيام الليل بلا تفويت فنام ليلة فجاءته الحوراء تقول له أيها العاشق معنا حسنا مهرنا غال لمن يطلبنا جسد مض وروح في العناء وجفون لا تذوق الوسنا وفؤاد ليس فيه غيرنا فإذا ما شئت أد الثمن. فقام وصل صلاته. وجدنا في هؤلاء الصالحين أهل همم كما أنهم في أذكارهم في عباداتهم في مواجيدهم في حرصهم على عباد الله على الدعوة والإصلاح. وجدنا المحقق سعيد بن خلفان الخليلي رحمه الله وهو يقول ونيتي كل ما يرضي الإله على أتم وجه وفي العهد والذمم أن أملأ الأرض عدلا واللسان ثنا والقلب شكرا لذي الآلاء والعظام. وجدنا الشيخ الرقيشي يقول طورا بإزكي وفي عبري أكون بها طورا وطورا من الأيام في أدمي أبغي من الله توفيقا لنشر هدى وطي جور وهذا غاية الهمم. وجدنا أبا إسحاق إبراهيم بن قيس الحضرمي يقول علق الفؤاد بأن أكون أنا الذي نشر الهدى بقواضب ورماح علق الفؤاد بأن أحاسب في غد ومن الدماء تفجر بجراحي فعلى السيوف يموت كل مكرم وعلى السيوف قياد كل فلاح. وجدنا الشيخ الإمام سلمة بن سعد رضي الله تعالى عنه الذي كان يجوب الصحارى بين البصرة وبين المغرب بين البصرة والمغرب وهو يقول وددت أن لو أظهر الله هذا الأمر يوما واحدا ثم لا أبالي بعدها أن تضرب عنقي. وجدنا أبا حمزة المختار بن عوف رحمه الله لما رأى ظلمات بني أمية قد ادلهمت واعتكرت حتى انطمست معالم الهدى والحق خرج من عمان هنا يجرجر جيشه إلى أن مكنه الله من رقابهم ووقف على منبر النبي عليه الصلاة والسلام يخطب خطبة عصماء يقول فيها يا أهل المدينة إنا والله لم نخرج من ديارنا أشرا ولا بطرا ولا لدولة ملك نريد أن نخوض فيه ولا لثأر قديم نيل منا ولكننا لما رأينا مصابيح الهدى قد أطفئت وحدود الله قد عطلت وعنف القائم بالحق القائل بالقسط وسمعنا منادي ينادي إلى الرحمن وإلى حكم القرآن ضاقت علينا الأرض بما رحبت فأجبنا داعي الله ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض. وجدنا معهم همما في العلم تعليما وتعلما طلبا وبحثا وتقصيا واستقصاء. لما خرج أبو زيد الريامي ليتعلم عن نور الدين السامي كان فقير خارج من الداخلية للشرقية وفي الشرقية ما يعرف أحد ذهب وأناخ ركابه عند نور الدين في مدرسة الإمام السالمي وبقي يتردد عليه وما عنده مسكن
وما عنده فلوس يأكل وما عنده شيء، حتى اكتشفه أحد الأشخاص وجد وقت ما يدخل الناس الطلاب يتغدوا هو يروح يدور من متساقط الثمر يأكل، وماؤهم من الأفلاج الجارية. فسأل نور الدين عنه، قال هذا عبد الله بن محمد، هذا الولد الرياني، مع من نازل؟ قال ما أعرف عنه. قال هذا يوميا أشوف وقت الغداء يصير يعني يأكل من ساقط الثمر ويشرب من الأفلاج، كيف هذا؟ فسألوا وحققوا معه بحثوا فوجدوا أن كذا عايش على النبق وعلى الثمار وعلى التمر الساقط، وهذا هو غداءه، هذا غذاؤه الذي يعيش عليه من أجل أن يتعلم حرصا على التعلم. الشيخ عمرو الخميس المالكي ينبغي يروح عند الإمام الخليلي، الإمام السالمي يتعلم، كان هو رجال يساعد والده الشيخ عمرو، يسوق اسماد ويشتغل وكذا. فقال هو يشتغل وبعد ما يشتغل يبغى يروح يتعلم، فقال لأبوه يقول له تبى تتعلم، كلفه على كل حال بعمل مضاعف، فقام بذلك العمل المضاعف في وقت موجز وجيز كي يتمكن من الذهاب إلى الشيخ وطلب العلم عليه والتعلم، حتى صار علام الشيخ عامر بن خميس المالكي، كاتب الشيخ السامي وأحد طلابه الكبار، الذي يقول لأعامر أنت عندي خير صاحب وأنت فتنعدتك للنوائب إلى آخر ما قال له. قال بعد قبل أن يموت قال لا أخشى عليكم وفيكم عامر بن خميس، عامر بن خميس المالكي رحمه الله. هنا طلاب العلم وجدنا منهم العجب العجاب، واحد من زمان في الدهار الخالية خرج ليطلب العلم فنفد من عنده الماء الذي معه نفد، فبحث والتمس ماء فما وجد إلا كوز فيه ماء والماء فيه ضفدع ميت، فاستخرج الضفدع وشرب ذاك الماء، ثم قال ألا إن هذا العلم ليس بمدرك، بطاعة نفس قد تصان وتودع، فطالب هذا العلم يحتمل الأذى ويشرب بالكوز الذي فيه ضفدع من أجل العلم، من أجل العلم طلبا وتحصيلا. وبلغ المنتهى في إجلاله، وجدت في ترجمة الشيخ حمد بن عبيد السليمي رحمه الله، وجدت في ترجمته أنه كان إذا قرأ عليه الكتاب لا يبدل جلسته، يعني إذا كان جلسة التحيات ولا كان ركبة ما يغير الجلسة. الشيخ عبد الله الحسيني راعي سرور بلغه هذا عن الشيخ حمد، فذهب إليه زائرا قال بغى أعرف فعلا إذا قرئ على الشيخ لا يبدل جلسته، بعد صلاة المغرب أمسك الشيخ عبد الله الكتاب عشان يسلك عليه سلكة واحدة ما يوقف، فأمسك الكتاب وقرأ، يقول قرأت دون توقف، وإذا بالشيخ على جلسته تلك لا يغيرها حتى أذن العشاء، وبعد ما صلنا العشاء مسك الكتاب برا أقرأ، وإذا بالشيخ على جلسته لم يغيرها، بقيت وقتا طويلا أقرأ والشيخ لم يغير جلسته. أحكي هذا للشيخ محمد الصوافي أبقاه الله، أقول الشيخ وجدت في ترجمة الشيخ حمد بن عبيد أنه كان إذا قرأ عليه كتاب لا يغير جلسته إجلالا للعلم، قال وأزيدك وما يداك بعده، أزيدك وما يداك بعده، ما أن جالس ما يغير جلسته ويداك، إذا قرأ عليه الكتاب جلسة واحدة من غير اتكاء، إجلال للعلم. ولذلك صانهم العلم لما صانوه وانسكن في أفئدتهم عذبا زلالا لما عظموه، أولادنا يخلون الكراسي تحتهم هذه الكتب يخلوهم كرسي ويجلسوا عليه، تبارك الله. ولذلك ما شاء الله عباقرة حتى نور الدين السلمي طوفوا. هذا كذا الهمة في تحصيل العلم في تعظيم العلم، إلى أن أشرقت أذهان الشيخ جميل بن خميس عاد يقول فقهوة الحبر والمزمار لي قلمي، والعلم فاكهتي والكتب جلاسي، طوبى لمن يتغنى في مجالسه بلفظة المصطفى عن ابن عباس. وجدنا المصنفات والمؤلفات والموسوعات
همة في العلم وتعليمه وبذله والتضحية. الشيخ سلطان البطاشي رحمه الله كان رجل عالم ضرير، خرج من صلاة العشاء يقوده تلميذ من تلاميذه، التلميذ يسأله الشيخ يجاوب، التلميذ يسأله الشيخ يجاوب، إلى أن وصل به عند باب البيت، واستمر الشيخ واقف عند الباب، واستمر التلميذ يسأل والشيخ يجيب، التلميذ يسأل والشيخ يجيب، إلى أن أذن الفجر ورجع يقود مرة، وصلوا الفجر بوضوء العشاء. نعم. الإمام محمد بن عبد الله الخلي رحمه الله كان أمس وجد كتابا في مسجد فأعجبه، فجلس يتصفحه. القيم على المسجد اللي هو يعني يطف الإنارة ويغلق الأبواب، قال للإمام، هذا قبل أن ينصب إماما، قال له أنا أخلص بطف السراج وبطف الكباب، برايك توكل تروح. فبقي يتصفح الكتاب، رفع رأسه وجد هذا القيم على المسجد واقف، قال أنا قلت لك توكل على الله وروح، وأنا من أخلص بطف السراج وأسكر الأبواب. قال للشيخ أنا توجي أذن الفجر، أنت ما عندك خبر؟ قال والله ما دريت. استغرق مع العلم. نحن الآن في مقدمة الدرس إن شاء الله، وسنكمل في السنة الجاية إن يسر الله لنا لقاء آخر مع هممكم العالية. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. اللهم لا تدع فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.